طيب خلينا نروح للدكتورة هبة برضو، انا هكمل معاك المسيرة الكفاح. طبعا يعني دكتورة هبة التخدير عملية معقدة جدا وصعبة جدا، والناس كلها ايضا عارفين انه التخدير حاجة معقدة بتخاف منه فعلا، بيخافوا منه. صح. التخدير حقيقي. في عملية كبيرة زي دي، ضخمة حقيقي. زي دي حقيقي. يعني ايه بقى؟ انا هبدا الكلام اول حاجه اقول لحضرتك ان احنا في التخدير احنا كنا فريق كبير، احنا كنا تقريبا 9 اطباء. احنا بنشتغل 9 اطباء تخدير بالظبط. ليه؟ لان احنا كنا بنشتغل في 3 اوض عمليات على التوازي مع بعض. الاوضه اللي في النص في نفس التوقيت، الاوضه اللي في النص 9 اساتذه طبعا. احنا الاوضه اللي في النص لوحدها اللي هي فيها المتلقي او ريسيبيانت كنا 4 اساتذه تخدير من شده خطوره الحاله. هكمل لحضرتك هي ليه. الاوضه اللي على اليمين كانت الاوضه اللي فيها المتبرع الاول، دي كان فيها استاذين تخدير، والاوضه اللي على اليسار فيها المتبرع الثاني. اتصورت العمليه دي طبعا يا جماعه؟ اتصورت طبعا طبعا. كنتوا بتدونا باي حاجه، اي حاجه يعني ان شاء الله تقوم بالسلامه بس الاول وبعد كده كله يبقى ايوه ايوه كده ايوه. اشوف بس تقوم بالسلامه اشوف القدام. خطوره حاله صحر بالنسبه لنا كاطباء تخدير، الحقيقه صحر عندها حاجتين يعني في شده الخطوره. هي عندها فشل تنفسي وعندها نقص جامد جدا في الاكسجين وتليف في الرئه، وده ادى ان حصل عندها ضعف في عضله القلب وارتفاع عالي جدا في ضغط الشريان الرئوي. بالنسبه لنا كاطباء تخدير ده بيمثل لنا تشالنج جدا، يعني دي من اصعب الحالات اللي ممكن نقابلها، لدرجه انه قد يحدث وفاه اثناء الاندكشن اوف انيثيزيا او بدايه عمليه التخدير. دي عامله زي التيك اوف كده بتاعت الطيران. ممكن جدا في حاله زي دي يحصل فيها وفاه، يحصل توقف في عضله القلب ويحصل وفاه. وبالتالي احنا حتى مع بدايه التخدير احنا كنا متفقين التيم كله ان احنا مش هنبدا في عمليه الدونر او اللي هو المتبرع، مش هيتفتح ولا حد هيجي ناحيته الا لما نطمن ان المرحله بتاعه بدايه تخدير صحر تمت بسلام، لان كان في احتمال انه ما تكملش. الحمد لله ربنا يسر الحكايه. كنتوا عاملين نسبه احتمال فكره طبعا 25% طبعا طبعا، وده على فكره عالميا النسب دي عالميه في الحالات اللي زي دي. الفكره كمان المهمه ان احنا الجامعه كانت موفره لنا صراحه تقنيات حديثه واجهزه حديثه زي قسطره الشريان الرئوي، زي التي اي، اجهزه كده بنقدر نمونيتور بيها الحاله، ادويه جديده لان هي كان عندها مشاكل في الرئه، جابوا لنا برده ادويه جديده اول مره تدخل مصر، فدي ساعدتنا ان احنا نعدي المرحله دي. دي قصه مهمه جدا. فتره العمليه كلها كانت تمثل خطوره. حضرتك احنا قعدنا في العمليه 14 ساعه، ساعتين بس بدء التخدير، 10 ساعات ونص الجراحه، بعد كده ساعه الفتره بقى. معلش معلش انا تهت، انت اول ما قلت خططين 14 ساعه احنا دخلنا العمليات 14 ساعه احنا دخلنا 8 وربع الصبح، احنا كنا متواجدين من 6 ونص او 7 الصبح كلنا تيم كله تخدير وجراحه وكله. سحر نزلت العمليات 8 وربع بدانا التخدير، قعدنا ساعتين بس في عمليه التخدير لانها عمليه معقده للغايه. مش بس مجرد التخدير، بيبقى فيه تركيبات تانية كتير بتتعمل. 10 ساعات ونص جراحه. خلال فتره الجراحه دي الموضوع مش ماشي سموث، حضرتك متخيل الجراحه الرئه كلها بتتشال والشخص في الفتره دي من المتلقي من المتلقي. هي بتبقى معتمده على ايه في الفتره دي للحياه؟ على فكره الرئه مرتبطه بالقلب. هي بتبقى طبعا هي بتبقى معتمده على إيه؟ ما هو بقى دي القضيه. هي بتبقى معتمده على جهاز اسمه الاكمو او جهاز الارواء القلبي الرئوي. في الفتره دي احنا بيبقى علينا ان احنا نتابع الجهاز دوت ونتابع الاكسجين ونعالج، لان ممكن المريض في الفتره دي بيمر بمشاكل في الضغط والنبض والقلب وجلطات ومشاكل في مشاكل في حتى ايفن المخ ودرجه الوعي. كل دي حاجات احنا علينا ان احنا نكتشفها ونبقى اصلا متوقعينها. على فكره دي قضيه مهمه، ان انا ابقى عارف ايه المشكله اللي ممكن هتحصل، ولما تحصل اكتشف طبعا، ولما تحصل اكتشفها بدري واعالجها على اكمل وجه. فدي برده كانت يعني خلال بصراحه العشر ساعات ونص كنا كلنا واقفين على اعصابنا، بس برده انا برجع اقول ده فريق عمل. تالت مشكله برده في التخدير على فكره اللي كان فيها تشالنج جامد قوي بالنسبه لسحر، اخر مرحله في التخدير، لان احنا كان عندنا امل ان احنا نقدر. هي طبعا خلال فتره العمليه ودكاتره الجراحه بيحطوا فص الرئه بتبقى معتمده تماما على جهاز الارواء للتنفس واللي هو بيقوم بوظيفه الرئه والقلب. حاولنا وكان عندنا امل ان بعد العمليه نفصلها ونعملها عمليه فطام من جهاز الارواء وهي تقوم بوظيفه الرئه بنفسها. نعتمد على وده ده كان الطبيعي يعني في كل العمليات دي، بس هي كانت حاله معقده شويه. بس هخلي هي احنا عملنا محاولات كتيره وقعدنا فتره طويله نحاول، بس هي زي ما دكتور احمد بيقول، هي لان هي حاله صعبه عندها مشاكل جامده في القلب وفي الرئه وحتى مشاكل في الدم على فكره نفسها، كان عندها سرعه تجلط في الدم. سنها ايه؟ 28 سنه حبيبتي. طب ايه
الدربكه اللي جت لها دي من وهي عندها 6 سنين. يعني دي حاجه بقى مزمنه كانت. ده تليف بيبقى ساعات ما ممكن ما يقلوش سبب ياتروجينيك، او هي كانت في نظريه تانية معاها، هي شخصيا كانت بتربي طيور، والتليف ده ادى الى يعني ان ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وضعف عضله القلب جامد وجلوسها على الاكسجين على طول. يعني احنا قبل العمليه حسابيا ما كانش قدامها الا اسابيع بالظبط، وتموت. ما كانش في خيار اخر. لا. ما كانش في خيار اخر. لا. ده اللي خلانا القرار ده على فكره، ده من ضمن الحاجات اللي شجعتكم بالظبط. حضرتك كلامك صح. يعني احنا في اي بروجرام بيبتدي دايما في اي حته في الدنيا لازم ننقي الحاله اللي هنطلع بيها للناس. صح. ونقول دي حاله الكبد طلعت بالشكل الفلاني، حاله الرئه طلعت بالشكل الفلاني. انما احنا انا ليا زملاء كتير قوي في الخارج، احنا وي ستارت فروم ذا توب، احنا بدانا من قمه بأصعب حالة. باصعب حاله، اصعب حاله، باصعب جراحه. يعني يعني ده كان برضو جراه من قياده الجامعه برضه عشان الراجل رئيس الجامعه بيزرع بايده كبد، فيعني بقى 20 سنه فهو شجعكم. هو فعلا هو اللي شجعنا. دي حقيقه. هو دكتور محمود قال لنا جو شجعنا. والنقطه الثانيه طبعا ان البنت كانت حالتها خطيره، يعني هي لو ما كانتش تمت زراعتها كان احتمال الوفاه في خلال شهر تقريبا. اكيد كل حاجه بتاعت ربنا، من الناحيه العلميه كان احتمال الوفاه اكيد في خلال شهر او شهر ونص. فاحنا كنا مضطرين، هي بالنسبه للصحراء ما كانش حل تاني، ما عندهمش حل تاني. فده شجعكم برضه. كمل يا دكتور. على فكره مستمتع جدا ومغضوض، لانه يعني انا قدام الناس ربنا يكرمكم بجد. الله يخليك. لانه يا جماعه احنا لما نيجي في الاعلام مش حكايه بنحكيها والله. الناس في مصر ناس طيبه جدا، لما يشوف يعرف ان في اطباء وعلماء وناس متواضعه جدا. يعني انتوا جايين لي، انا كنت جاي لكم والله. انا دلوقتي خجلان من نفسي ان انا حضرتك والدكتوره والدكتور محمود بن جاي، انا جاي لكم على راسي وعلى عيني، لانه فعلا انتوا علماء وانتوا جبرتوا خاطر مش سحر بس، كل الناس اللي زي سحر. اتفضل. هو يا فندم يعني القعده دي هي نتاج يعني فعلا جهود مضنيه 4 سنين مضنيه. حضرتك لا تتخيل يعني ايه مضنيه فعلا، ان احنا بروجرام صعب جدا يتنفذ، محتاج فلوس ومحتاج تأسيس ومحتاج تغيير بنية تحتية المستشفى بالكامل، محتاج ان تدريب كوادر، محتاج رفع كفاءة المستشفى، جناح العمليات اتغير كله، جناح الرعاية اتغير كله. الحقيقة يعني تاني يوم المستشفى، يعني لما مش تاني يوم، يعني أقصد بعد المرحلة دي، مرحلة التأسيس، المستشفى بقت حاجة تانية خالص. بالأجهزة اللي هي جت بقت مستشفى فعلا، نقدر نقول المستشفى بتاعتنا ما فيهاش، مصر ما فيهاش أجهزة إلا حديثة في حتت معينة أو في مجالات معينة إلا في المستشفى هنا، إلا في دي. وبالتالي الحاجات اللي جت والأجهزة اللي جت والتكنولوجي اللي جاء مش مؤهل إنه يشتغل بيها إلا الدكاترة اللي طلعت اتمرنت عليها. احنا رحنا اليابان كذا مره، في زملائنا راحوا السعوديه كذا مره، يعني وبعد كده حتى زي ما دكتور محمود قال، لما الراجل جه ده كان رافض يستقبلنا في الاول اصلا اللي هو الخبير الياباني، بروفيسور الياباني، متعند جدا. انا مش هقعد معاكم اصلا، انتوا مين؟ رفض يستقبلنا اصلا في الاول. انا لا اخجل ان انا اقول الكلام دوت. ولما رحنا وقعدنا هناك و3 شهور ورحت وقلت له انت ازاي تعرض كل حاجه بالياباني، انا عايز الترجمه الفوريه، انا عايز كذا. ده يعني فتره ده فتره ده صعبه ده جدا. ده هو ده البروفيسور الياباني. نعم. وبعد كده في الاخر احنا انتزعنا منه ان احنا بعد المقابلات قال انا هاجي، ولو وفي الاخر قال يا احمد انت شوفني فين تحطني في العمليات وانا حاضر بالمكان. طلع وقال الحالة دي كانت هتترفض في حتت كتير قوي، وما كانش ينصح ان انتوا تبتدوا بحالة زي كده، وما توصلتم اليه دلوقتي فهو لكم. انا الكلام ده مؤيد عندي، ده مش للاعلام خالص. لكم مني جزيل، انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاكم. وهو بيتابع معانا الحالة كمان حتى هذه اللحظة. نعم. والفكرة اتغيرت تماما، وده كان هدف من اهدافي الشخصية. ان انا اول مرة اراسل واحد برا رد لي في رسالة وي دونت تراست داتا كومينج فروم ذيس بارت اوف ذا وورلد،
لا نثق باي داتا او بيانات قادمه من هذا المكان من ده كان مشكله. انا ما كنت يعني ما فيش ثقه فينا خالص لما كنت في فرنسا لا في مستشفى ولا في بلد. انا كنت في فرنسا انا كنت شغال زراعه رعي مع واحد جزائري فرنسي. الفكره ان لما يجي يعمل حديث صحفي كان يحط كنت بساعده طبعا ايام الصغر شويه فكان يقول احمد القادم من الولايات المتحده. فالكلام ده كان بتضايقني على مدار 12 سنه لما كنت من هناك. فكان اتضايقت فعلا وقعدت يعني اعلى ومع زملائي طبعا في المستوى بتاع جراحه الصدر في مصر في جامعتنا لغايه لما فعلا عملنا التوب اوف ذا توب اللي هو احسن او اقصى عمليه اصعب عمليه تتعمل واللي ان شاء الله هنخدم بيها الناس كتير.